هذه الحياة يا ناس فيها دروب كثيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. هذه الحياة يا ناس فيها دروب كثيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. منهم وصل بالصدق في دروب سهلة ميسرة، ومنهم حياة غش تابع دروب معسرة، تابع دروب معسرة. وانت يا ابن آدم اختار، اختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين. هذه الحياة حليفة. وين انت يا ولد؟ هلا يا عبد الله، كيف طول اليوم وانا هدور عليك؟ موجود، انا موجود. تفضل تفضل وعقف، تفضل اشرب قهوه شاي بارد. حاضرين حاضرين مستعدين. عمي بتشربني قهوه؟ نعم. زين، ومن بيدفع الفلوس، انت ولا الوالده؟ انا طبعا، انا عمي سليمان. ما عرفتني على هالشاب. من بدر؟ بدر هذا صديقي. سلم سلم سلم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا ولدي. الصديق من يمنع صديقه عن السوء. خليفة، باغي لنا فكرتين. باغي انا؟ اي نعم. شال شال بدر ثواني. تفضل عمي، تفضل عمي. استريح 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 استريح. حيا الله عمي ابو سليمان. اسمع يا ولدي يا خليفة. تفضل عمي، تفضل. خير. انا سمعت عندك كلام ما عجبني. خير عمي، ايش سمعت؟ اسمع يا خليفة، أنا من أهل العاصف سماير، ولما كنت أجيب ولدي سليمان معي تعرف على سيف وصار صديقه، وبعدين كل ربع سيف صاروا ربعه وإنت واحد منهم. كنت أظن أن الظروف عسيرة معكم، علينا آخرتها سمعت أنك معتمد على أمك في مصروفك. الله يسامحك يا عمي، أنا ما أقدر أتكلم لأنك أنت بمثابة أبوي الله يرحمه. وأنا لو ما أشوفك مثل ولدي كان ما اهتميت فيك أبدا. اسمعني زين يا خليفة، أنت من باكر الصبح أبغاك تكون في العرصة. فين؟ في العرصة؟ إيه نعم، في العرصة. زين عمي، وأنا إيش يخصني في العرصة يعني؟ وبعدين أنا الله يسلمك ما أقدر أصحى من الغبشة. إذا ما تقدر تقوم الصبح من النوم
أنا مستعد أسير عند الوالدة وأخبرها وأقول لها إذا ما طاع يقوم الصبح خذي ماي بارد وكبي عليه. عمي أنت إيش تريد مني بالضبط؟ أريد أعطيك 100 ريال التاج ربحي، يعني رأس مال. تجيك اليوم العرس الصبح بدري وتشتري سمك بالجملة، وبعدين تشغل عقلك كيف بتبيعه، فهم؟ اسمع أنت عمي عبد الله، الله يهديك بس، الله يهديك. أنا خليفة، أنا أشتري السمك بالجملة وأبيع من فرد في السوق؟ أنا؟ هذه آخرتها يعني؟ أنا قادر أعطيك رأس مال 10,000 أو 20,000 وأفتح لك مكتب وأقول لك استلم، بس هذا ما بيسويك تاجر يا خليفة. التاجر إذا ما بدأ شغله من البيسة ما بيكون تاجر، لأنه ما بيعرف قيمة البيسة. آسف يا عمي عبد الله، لا لا لا، أنا بصراحة ما أقدر أصير بياع السمك في السوق. عمي هذه شغلة، هذه بعد هذه شغلة، ولا الشغل يعني تجلس في المقهى عاطل وتضيف واحد مثلي بفنجان قهوة، وثمن الفنجان تروح تجيبه من عند أمك. اسمعني يا خليفة، أنا أمرك أمر، واسمعني بعد، الشغل ما في ما تعاليلي. 100 ريال هذا موجودات عندي في جيبي، راس مال مني والجهد والتعب منك، وراس المال حصت الثلث الربح وحالك الثلثين. طيب عمي والخسارة؟ تنقسم ثلث وثلثين بين راس المال وبينك. إذا كان كذي يا عمي حاضرين، يدك على 100 ريال ونتشارك. هذا اللي كنت أنتظره منك. الله يهديك يا خليفة وتمشي بطريق الحلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم ولدي خليفة متشلل يا ايدي، انا ما خلي اليوم. ايش ناك متبضع واهش؟ لا هذه الله يسلمك يا ام الحبيب، هذه شوية اغراض سريعة للبيت. اغراض سريعة للبيت واغراض انت جايبنهم؟ لا 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 لا، ولدي خليفة هذا ابو قدامي ما صدق هالشيء، ما صدق. ابو عجب ولد من ولد الحارة، كيد ولدك سلامة عيونك ام خليفة خير؟ اشوفك يا خلينا اوبط شوفيها اشوفك. لا والله الوجه هو ولا خدود هن والعين هي ما صناعية. ما صناعية ما ادري والله، كان انا في حلم ولا في علم؟ في علم يا ام خليفة، في علم ان شاء الله. يوم ان في علم من هين ذي الشيبة؟ هاي من عندي، كله من عندي، هذه من كدي. انا اشتغل اشتغل نعم اشتغل اتعب. تشتغل؟ طبعا اشتغل، تاجر يا امي تاجر، انا اليوم صرت تاجر كبير. وحدي ضربتني سامله، طالع عندي بريال واحد تقول لي سويت تاجر؟ من هين لك راس المال؟ انت ما تراك ما شفت الاغراض، انت اغراض ما شفت الاغراض، وباك تاكلين من هذا الكاسح اللي جايب لنا معصر. ها ذوقي، كلي 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 كلي، شوف شوف طعمه، شوف طعمه خليفة صناعة بلادي. هذا من عندك هذا؟ ايه طبعا من عندي، كلي كلي ذوقي ذوقي لغة اقول ما اذا حد سأل عني او شيء قولي لهم ولدي صار تاجر. والتاجر في ايش؟ التاجر في كل شيء. نعم التاجر في كل شيء. نعم عاب انت كيف بتكسد السوق؟ كسدت طبعا كسدت السوق، هذا كان غير راس ما تشوف انها الاغراض هذه. كيف عاد لو كانت في يدي 10,000 ريال؟ خليفة خليفة خلي عنك، لا تقول لي اننا رحن البيت. السلام عليكم. السلام عليكم.
والد علي ساق الله بالخير. ما هو ما شوفوا مطول اليوم ما شاء الله كيف ما جايك نوم صدق يا ولدي يا خليفة من كثر ما أنا بكبسة على الكمة وعيني ما تشتل منها البر نسيت إن السماء حلوة وإن فيها نجوم حلوات وتمر الأيام والشهور والسنين كثر عمرك واليوم يا ولدي يوم جيتني ومعك سامان وتقول إن هاي من كدك بعد ما اشتغلت فرحت من قلبي يا ولدي نعم اللي فرحت قلت الحمد لله ولدي استهدى بالله وعقل وإن الله عطاني على قدر صبري الحمد والشكر لك يا رب طالعت عاد السماء وشفتها حلو حلوة كثير من زمان ما شايفتني إنزين ما إذا ما جاينك نوم أو شيء دخلي داخل عندي شغل التلفزيون بتشوفيه مسلسل قصتي واجد حلوة واجد يقول لك واحد شاب فقير مساكين قوم تزوج واحدة غنية حب أنا ما تعرف شيء واحد ما في يده حب واحد مساكين فقير حب واحدة غنية قوم يا أبوها وأرفض وفي آخر حلقة من المسلسل يتزوجوا وانت عاد كيف عرفت ان الفقير المساكين يتزوج البنت الغنية والمسلسل بعد ما منتهي الله يهديك الوالدة بس ترى هذا شيء معروف معروف في اخر حلقة من المسلسل معروفة في المسلسلات في اخر حلقة يتزوجون اخبرك شو مع الباب سير اقول يا الوالد قول يا الاصيلة أنا وفرت من راتبي 6,000 ريال إيش قلت يا بنتي؟ 6,000 ريال؟ ما شاء الله ما شاء الله بصراحة يا بنتي أنا كنت فاكر أنش تصرفي كل راتبش يا الوالد ترى أنا اللي كنت محتاجت له كنت أشتري واللي ما أبغى ليش أسوي فيه وبعدين تعرف وانت علمتنا إن الإسراف ما زين والله أنش طالع على بوش يا بنتي إيه نعم طالع على بوش ما راح تبعيد على اي حال يا بنتي فلوسش خليهن حالش فتحي لي حساب في البنك ترى يا الوالد انا سويت كذاك فتحت حالي حساب في البنك وحولت راتبي عليه برافو عليش برافو عليش يا بنتي من يوم صغيره وانا اقول عنش ذهب وما غلط لما سميتش اصيله مشكور يا الوالد بس بغيت اقول لك شيء انا باغي اشتري سياره انا بعدني غالي والطلب رخيص يا بنتي انت نقي السيارة اللي تبغيها وابوش حاضر ومستعد مشكور يا الوالد ما تقصر فضلك دايما علينا بس انا بشتري هذه السيارة من راتبي والفلوس اللي وفرتها يعني باغي تعتمدي على نفسك تربيتك ابوي بارك الله فيش يا بنتي بارك الله فيش بس عاد انا باغي اقترح عليش اقتراح اذا يعجبش تفضل يا ابوي انت ما تقول الشيء الا اللي في مصلحتي الله يخليش يا بنتي أنا أقول يا بنتي إن الفلوس هذه خليهم في البنك بينفعوش وبعدين أخوش سليمان عن قريب إن شاء الله بيحصل شغل وأنا وعدته أول ما يجي من مسقط إني أشتري له سيارة جديدة من الوكالة وإنتي خذي سيارتي واستعمليها وبعدين ترى سيارتي نظيفة أنا ما لعب فيها إنزين يا الوالد وإنت أنا الله يسلمك يا بنتي بقضي كل مصالح في سيارتي الثانية وهي تكفيني حي الله أبو خالد الله يحييك يا خليفة الساعة المباركة يوم شفناك يا أخي الله يخليك كيف حالك يا ولدي إن شاء الله بخير الحمد لله خالد صالحة مو أولها أمك مريم خيره ودارها هي الحمد لله رب العالمين ما يكتب يا كرام سير الله يا خالد دراش ما غريب تعرف عاد شغل البيت وهي مشتغلة فيه لنهار
هذا احنا العقايد وانا ضمن شغل البيت. الحقيقة يا خليفة انا جاي اليوم اطمن على الوالدة. اوه يعني كل هذه بعدك ما اطمنت انت؟ هذا شوفي انت سوالفك. الله يرضى عليك يا ولدي. الحمد لله رب العالمين. يوم سيد. الله هذا خليفة واشتغل. اوه اشتغلت يا خليفة؟ نعم استوى تاجر عاد. اعرف اني تاجر من زمان بس تاجر سوالف. لا 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 ما زين منك يا خالد قول عن اخوك كذاك. الحمد لله رب العالمين. هو اليوم جا وجاب معاه اغراض بعد من تجارته. ها ومن هنا راس المال يا خليفه؟ يا اخي الحمد لله الله يسر علي. هذا خبر مفاجئ لي. ليش؟ اشوفك انا ما عاجبنك يعني؟ لا 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 تدخل كذاك بس الدهشه سبقت الفرحه شويه. يا اخي اخيرا صرت تاجر يعني. وليش لا؟ التجاره احسن بكثير من الوظيفه. طبعا انا عارف هذا الشيء. ومن قال لك اني بتوظف اصلا؟ يا اخي التجاره ما فيها قيود. ما فيها قيود. انت مسؤول عن نفسك والمال يديره صاحبه. كذاك اكمل هذه الحلويات ممتازه والله. يا اخي فوادي فيه بصراحه بس ترسنا بطوننا احنا من البوفيه هذا كلمنا انت والله. ترسنا بطوننا يا اخي. قال واحد ما يقدر ياكل كل هالدنيا. ما في حد يقدر ياكل الدنيا غير الموت يا خليفه. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. يعني حد يطري طاري الموت وانا جالسين نتريق وناكل حلاوه بعد؟ حتى تفتح نفسك للحياة. البني آدم يا أختي يا رحمة لازم يعمل لآخرته لأن الدنيا صها ما تغني عن الآخرة البر. يلا بس يلا نسألك حسن الختام والستر يلا. وأنا يا أختي عاد ما اللي طمع بدي الدنيا غير أني أطمن على ولدي خليفة. الإنسان يا أختي في هذه الدنيا مسؤول عن نفسه وعن غيره يحمل همه وهم أولاده لكن في الآخرة حد مسؤول عن ثاني يا اختي. انا اصلا ما اعرف غير اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. الله يخليش وبقيش حالنا يا اختي يا رحمه. وانا عاد يوم بغيت اختار قلت لا ما يصير بعيد اجي عند اختي رحمه. هي نعم هنا الزين هنا الزين نعم. صدقي يا رحمه ان ما راح يرتاح لي بال الى ما اشوف ولدي خليفه ضام قرشه الابيض الى يوم الاسود. اي نعم ومن ثم الرجال ما جاي يلم غير الحرمه. سمعي كلامي انا المجنونه. هي هذا اذا كان في نصيب. يا اخوي سليمان انا عمري ما سمعت عن واحد مات من الجوع. هذا انا وانت لا شغل ولا مشغل الحمد لله. انزين ولكن قاعدين ناكل في افخم الفنادق. يا اخوي خليفه الحياة أبسط بكثير مما الناس تتصور. صحيح الناس تحسب ألف حساب لحموم هذه الدنيا كيف يواجهوها كيف يتصارعوا معاها كيف يتغلبوا عليها. والمسألة بسيطة. الهم في الدنيا مثل كرة القدم. قصدك يعني الفوتبول؟ ها فوتبول نعم مثل ما قلت يا متعلم الفوتبول. وأنا أتعامل معاها مثل لاعب كرة القدم. كل ما تيجي عندي أشوتها بضربة قوية. طبعا طبعا مالي ومال الهم. إذا ما كانت الدنيا على خاطري ما بشغل مخي. طبعا يا أخ سليمان أصلا إذا كان الحليب متوفر في السوق ليش بعد تصير تشتري بقر؟ الصدق يا رحمة يا أختي يا أن خليفة من يوم ما خبرت عن فطيم الرجال صار يحس بالمسؤولية أكثر. هي نعم حتى اليوم أغبش من صباح الله خير وصار العرصة يتاجر. صار الرجال يدور له على شغل وراء مستقبل. هي نعم وراء أولاد عن قريب إن شاء الله. عاد أنا بالصراحة ما خلاني قلبي أجلس يوم إلا يومين اللي تردي علي. قلت أجي وحدي أخذ الجواب. ها مو رايش أنتي؟ أبوي قلنا لش قلنا لش إذا شيء نصيب يأخذها. الحمد لله. أبو سليمان بين يا أخي إن لي نصيفة كل أكل اللي على سويت شوفه. هذه اللي هناك شفتها؟ إيش سمي هذه؟
وانا ايش دراني؟ انا كنت اشتغل هني ترى اكله مثل الاكل اللي قلناه. زين غاليه هذه؟ غاليه؟ اكيد غاليه. بس ولا يهمك، اكلك كله اليوم على حسابي، ولا يهمك. وبعدين هذا بوفيه، يعني اكل كثر ما تقدر، والحساب في الاخر كله واحد. بس على شرط. ها قول. الغداء على حسابي انا وهني بعد. اوكي اوكي. الله يبارك فيه، توعاد بمرة صار يحسب على البيسة. هي عرف توعاد من هين تقي وهين تروح، لأنه يعرف أنها ما تقي براحة. وإن شاء الله يوم بيتزوج فاطمة ما بيقصر عليها بشي، البار بيوفر لها كل شيء، يكونوا مطمنين أنتو. ويوم إن شاء الله عاد بتنتقل البيت، هي بيجي ويقولها دوش يا فاطمة، بيعطيها الفلوس في دينها، بيقولها هذا من ربح اليوم، ضميهن عندش. لا تلوميني يا صالحة، ما أعرف إيش أقولش. عارفة عارفة مرادش، إذا قصدش على المهر والتكاليف ما يهمش يا أختي، أنتي بس عددي وإن شاء الله هو بيوفر لكم كل طلباتكم. صالحة أبغى أقول الشيء وبكل صراحة. أنتي أمري بس ما يهمش، بالله قال إحنا ما بس جيران وعشرة عمر، إحنا أهل وعن قريب بنكون شماق. أقول للصالحة ما في نصيب. قلتي أنا لما سمعت إنك موجود هني قلت لازم أجي أزورك بصراحة. سليمان تعيش في جنة. له سجل التاريخ في مذكرات هذا الفندق أن خليفة وسليمان قد زار هذا المكان ووطأ أقدامهما هنا. إنزين قل لي أنت إيش برنامجك اليوم؟ أنا رجل فاضي ما عندي أي برنامج. زين إيش رأيك نروح شاطئ القرم نتمشى شوية؟ هم إن ما عندك سالفة، حد بالله عليك يترك هالعز وهالنعيم هذه ويروح يدور على مكان ثاني؟ حدك سالفة أنت سليمان؟ عندك حق يا خليفة، عندك حق. بعدين المكان يليق بمقامنا. طبعا. اسمع اخوي سليمان، خير ان شاء الله اترجعك. خير شيله، اذا انا مت دفنوني شيله. عمرك سمعت عن مقبرة خمسة نجوم؟ ها؟ الله يهديك يا ابو سليمان، بس انت لو شاورتني الله يهديك. تراني تحمست لما شفته وافق انه يشتغل في العرصة بالمبلغ اللي اعطيته اياه. ابوي خليفة هذا انا عارفه زين، انت لو مشاورني كان قلت لك اشتري السمك. خليفة هذا لا تعطيه غوازي، هذا اعطيه البضاعة وقل له بيع. المهم يا سيف، الغايب حجته معه، الله يعلم ايش اللي خلاه ما يجي العرصة. وسليمة ما دام الحين عنده 100 ريال في دينه، الله يعلم هين جالس يلعب بهن. معقولة؟ معقولة يضيع رأس ماله؟ أوه يا أبو سليمان، هذا إذا كان هو وحده ضايع كيف عاد رأس ماله؟ حي الله بالأخ مبارك. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. كيف أخبارك؟ والله الحمد لله، فرصة سعيدة. وأنا أسعد. ها سليمان إيش سويت؟ والله ما سويت شيء اليوم، قلت أرتاح شوي. جميل جميل. ما عرفني الأخ إيش يشتغل؟ أنا باحث. ما شاء الله ما شاء الله، يعني تعمل أبحاث؟ أقصد باحث عن عمل. باحث عن عمل. ما قريت اليوم في الجرائد خبر بالبونت العريض خرج ولم يعد؟ لا والله ما قريت، ايش في هذا يا اخينا؟ يقول لك الخبر ان العمل خرج ولم يعد، يعني ضاه، وهو خليفة يدور عليك. والله انكم فاضيين اشغال صراحة. الله يسامحك.
وانت ايش سويت؟ مريت على شوية شركات استيراد. اخوي اذا سمحت، اذا حصلت العمل جالس عندهم خبرني بسرعة. ها حلوة حلوة خليفة حلوة. والله صحيح انكم فاضيين شغل، او بمعنى اخر فاضيين شغل من فئة 5 نجوم. يلا بطني. طيب انا ما قدنيك عشان الضحك والحين. ترى اخونا خليفة اليوم الصباح كان باغي يموت في مقبرة 5 نجوم، وانت الحين باغي تسوي بزنس فئة 5 نجوم. سبحان الله يا اخي سبحان الله، احيانا الكلام يتوالف. والله انا ما اعرف ليش ما اشتغلت في المطعم من زمان. شفتي كيف المدير انسان فاهم ومؤدب، رحب بنا وشالنا فوق راسه. والله حقيقه انه انسان طيب فعلا والله. من عند الباب؟ خليفه موجود يا خالتي. ومن انت؟ انا سيف يا خالتي. مرحبا ابوي سيف. لا والله خليفة تلاقيناك معكم في العرصة. إنزين يا خالتي في ملا. شايف خاطرك؟ أحسنت يا خالتي ما تقصري في ملا. سليمان يا سليمان، اسمع نصيحتي يا أخوي، اسمع نصيحتي بدل ما جالس تضيع وقتك في الفراغ. يا أخي تابع طلب وظيفتك، هذا طبعا إذا كنت باغي تشتغل في وظيفة مريحة وكل شيء فيها فخم مثل ما قلت. ما عليك مني، أنا مضبط أموري. لكن انت ايش لقيت عن شركات الاستيراد؟ اريد استورد الات زراعيه، جيولات وفؤوس ومساحي، جي هاي ترس البلد. يا خليفه انا باغي اعمل اول مزرعه علميه في البلاد. مزرعه علميه مبارك؟ اوه يعني مزرعه 5 نجوم. حلو حلو يا رجال. اضحك اضحك والله انها نكته ما سواها جحف زمان. المهم لما تكون مستعد انك تسمع عن مشروعي بتكلم معك. لحية مبارك، انت زعلت؟ بشرين ايش الاخبار؟ خلاص يا اخوي انا اشتغلت في المصنع، والله انه مكان زين للشغل والتعليم. ما شاء الله، همه طيب همه، بارك الله فيش بارك الله فيش. كفو عليش، يلا عدت وروح البيت ارتاح شوي. يلا روح. لا يا اخوي احنا جايين نعاونك. نعم ما يحتاج تعاونني يا اخواتي، الحين ترست الارض بالماي وان شاء الله كلها 3-4 ايام وتكون الارض انغسلت زين ما زين وتكون الملوحه خفت. اقول اخوي. نعم زيانه. بغيت اسجل بمعهد تمريض نزوه بكره. زين، وليش لا يزون؟ سجلي وتوكل على الله. مشكور يا ناصر يا اخوي، عاد اني قلت اجي اخذ رايك. هي نعم رايي يا اختي هو مصلحتك فوق كل شيء، على بركه الله. ما هو هذا صاحبه؟ هو ما غيره. وين خليفه؟ خليفه ما أعرف. ما شفته؟ لا والله ما شفته. معقول صاحبك تمشي معاه وما تشوفه؟ ما يصير هذا الكلام. هو مو أنا مسؤول عنه، هين يصير هين يجي. بس أنا أمس شفته هني ما عاد جالس في هذا المقهى. نوبة أنا شفتك لما شفتني. بسيطة، هل بيصير مصيره يرجع إسماعيل؟ خلا يلا بسلمة.
جميل، كل شيء جميل، قرارات اللجنة ومخطط البلدية والتصريح وكل الأمور الحمد لله، فتقدر تباشر بناء المصنع من الآن. مبروك يا أخوي خالد. الله يبارك فيك. مبروك يا ولدي يا خالد. الله يبارك فيك يا عمي. الله يوفق إن شاء الله. السلام عليكم يا عز الحبايب. انتي يا الله يا خليفة، زين منك لا تسوي فمك زين، خليني متوشل عليك من يوم غبشة طالع معي الا تو وين ماشيين. سلامة ام خليفة متوشيلة سلامتك. هالملك زين هالملك انت. لا انا الله يسلمك اليوم كنت تاجر، يعني ولدك خليفة صار تاجر. انت ما تكذب علي وعن زيادة كلام خريطة، عارفك اليوم انت لازم العرصة بعينك ولا شيء، جاي ربعتك سألوا عنك كين رحت. أنا صح ما شفت العرصة، بس أنا اليوم الله يسلمك أنت تاجر في مسقط. هي تاجر في مسقط؟ ويوم أنك تاجر في مسقط هنا الربح؟ إيه يعني قصدك الغوازي؟ الغوازي راحل لأن اشتريت الله يسلمك بضاعة وكلها راح. اشتريت؟ عصرنا أنت من هين لك فلوس؟ هي كان عندي شوية رأس مال، رأس مال وراح في البضاعة. تعبان انا بصراحه، متدقدق مهلوك من الشغل، ميت تعبان. والله انا تعبان من الشغل، من كثره الشغل زايد عليك الشغل. سلامتك يا ابوي سلامتك. تراني يا ولدي يا خليفه، انا هيش ابغى من الدنيا غير انك تكون سعيد ومرتاح. طمني يا خالد، متى تبدا تبني المصنع يا ولدي؟ والله يا امي بناء المصنع ما ياخذ وقت طويل مثل بناء المسكن، يعني بناء المصنع في مواصفات خاصه مثل مواصفات السلامة للعمال وللآلات في الحالات الطارئة. أنا سألك يا ولدي عن وقت البناء ومتى بيجهز المصنع؟ قولي خلال شهر بيكون جاهز، لكن أنا أقول علشان نستفيد من الوقت أنا ما بنتظر لحد ما يجهز الموقع، أنا بشتري الآلات الحين. يا سلام، الأرض زينة وإحنا عارفينها. مشروعي يا أحمد ما له علاقة بطبيعة التربة. نعم؟ مزرعة وبدون تراب؟ بالضبط يا أحمد، أنا بصراحة ناوي أعمل مزرعة بدون تراب. والله ما تهون علي، الناس يقولوا عنك رايح تدرس هندسة زراعية وراجع عقل. مسألة غريبة ما كذا؟ هي غريبة وبس، مزرعة وبدون أرض؟ هين باغي تزرع؟ في الهواء؟ لا لا ما في الهواء، في الماي. في الماي؟ يكون تقصد البحر؟ ماي البحر مالح، لا ينفع لا للشرب ولا للزراعة. تعال تعال تعال، انت ايش باغ تسوي بالضبط؟ بشرح لك فكرة الزراعة العلمية يا أحمد حتى يزول عنك العجب. هذا آخر ابتكار علمي في الزراعة، ويعتمد على الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة. والزراعة العلمية بتتم في الماي ضمن أسلوب معين في مزرعة تشبه المصنع، والماي متحرك غير ثابت، وفي مكاين وظيفتها تنظم دورة للماي في المزرعة بحيث يعاد استخدام الماء مرة ثانية وثالثة. وهذه الطريقة يا أحمد توفر 50% من المياه في عالم الزراعة، طبعا هذا مقارنة مع الزراعة العادية. وفي دولة مثل سلطنة عمان تعاني من نقص المياه، الزراعة العلمية توفر فرصة الحصول على ضعف المنتوجات الزراعية بنفس كمية الماء الموجودة. طبعا الكلام اللي جالس تقوله يشبه الحلم، بس كيف ممكن نطبقه في الواقع؟ في الزراعة العادية حتى لو تم الري بالتنقيط بتروح نصف كمية الماء في الأرض وبعضها بيتبخر بسبب الحرارة، لكن في الزراعة العلمية ما في أصلاً تربة. تبغى الصراحة؟ أنا ما قادر أتصور المسألة إلا إذا شفتها بعيني. لا ولا يهمك الأخ أحمد، إن شاء الله المشروع بيشوف النور بنتوفق إن شاء الله. أتمنى من الله أنه يتم يا مبارك، وأنا ناوي أشتغل معك في المشروع إذا سمحت لي. طبعاً يا سلام، حياك الله في أي وقت. وبصراحة الأخ أحمد أنا كلفت يعني متخصصين عشان يدرسوا لي التكلفة المالية للمشروع والجدوى الاقتصادية. من هناك؟ تحيا خليفة، أنا ناصر. عمي عبد الله تفضلوا، حياكم الله. اهلا وسهلا. ليش واقفين قدام الباب اتشر؟ تفضلوا البيت بيتكم، حياكم الله. من جاي خليفه؟ هذول ما الناس الطيبين العزيزين زايرين اليوم،
تفضلوا تفضلوا حياكم الله. تفضل 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 ابو سليمان. تفضل ابو سليمان، زارتنا البركه والله اليوم ابو سليمان. حياكم حياكم الله، تفضلوا تفضلوا. مرحبا ابو سليمان صديقي ناصر، كيف الحال؟ الله يعافيك. الله كيف حالك؟ مرحبا ابو يوسف. السلام عليكم ناصر، كيف حالك؟ كيف حال حياتك؟ بخيرين؟ الحمد لله بخير. ما القهوه الله يخليك. اي والله حاضر حاضر. ما شاء الله ما شاء الله، والله الساعه المباركه. تفضلوا استريحوا استريحوا. احسنت ما قصرت صراحه، شرفت المكان وزيارتكم كلكم. ناصر سيف وعمي عبد الله تنحط على الراس والعين من فوق. نعم كلام جميل، كلام حلو يا خليفه. بس عاد يا خليفه ما عيب عليك، ما عيب عليك توصل بيك العيارة عشان تضحك على واحد في عمر ابوك وهو حد غير خليفه يروم يكسر اليد اللي متتله بالخير والمساعده والعون. حد غيرك يا خليفه؟ والله عيب، والله العظيم عيب، عيب عليك يا خليفة، عيب. أفا عليك، أفا عليك يا خليفة، أفا. يا عمي عبد الله يا جماعة الخير، كانوا تجلسوا تكلموا علي قبل أن تسمعون، أنتوا سمعوني بالأول على ما أعتقد، هذا هو العدل يا أبو سليمان. زين سمعنا، خلق قول سمعنا حقتك، لكن أنا ما معطنك 100 ريال علشان تصير التاجر فيهن. أقطع لساني؟ نعم أقطع لساني منك من داخل إذا قلت كلامك ما صدق. زين عجب، وين الفلوس؟ إيه فلوس وازي طارن أبو. كيف يعني طارن؟ طارن وهين طارن به؟ طارن في مسقط. وأنا معطنك الغوازي علشان تطيرهم في مسقط ولا التاجر فيهن في سمايل؟ أيوة يا سليمان، انت معطيني الغوازي عشان اتاجر من اسماعيل. نعم شوف انت، شوف بالله عليكم، شوف بالله عليكم يا خليفه، يا خليفه انت معطاي الغوازي عشان اتاجر من اسماعيل، ما تغيبن في مسقط. يا اخوي يا سيف، يا جماعه الخير اسمعوني وافهموني، ترى بصراحه العتب ما علي انا العتب. نعم عجب، تبغاني اعاتب من ولا تبغاني اعاتب نفسي لاني اعطيتك وساعدتك؟ حشا يا ابو سليمان، لا تعاتب نفسك ولا تعاتبني بصراحة. عاتبوا مسقط. نعم عاتبوا مسقط. كيف؟ ها؟ أيوة عاتبوا مسقط. وإيش دخل مسقط في واحد ضيع غوازي؟ وبعدين ليش تروح مسقط من أساسه؟ نحن ما متفقين إنك تروح سمايل والتاجر في العرصة؟ متفقين يا أبو سليمان، لكن عاد أنا بحسن نية قلت عاد وحبيت أن أسوي لك مفاجأة، كنت عاد بشتري أغراض منك من مسقط وبجي أعرضها في عرصة سمايل لأول مرة، لكن عاد اللي حصل. ها إيش إيش اللي حصل؟ تكلم لسكت. يا جماعة الخير، يا جماعة السوق في مسقط ما يخليك في حالك، السوق هناك متحرك وسريع. يعني مثلا يا أخوي ناصر، إذا مريت على باب محل يبيع قمصان القميص هناك ناديك ويقول لك تعال اشتريني. وانت يا أخوي سيف نفس الشيء، إذا مريت على باب مطعم الأكل الحلو هناك والغاوي هو اللي ناديك، نعم تتبعك ريحتك وتزقرك تعال كلني تعال تذوقني. وانت يا عم عبد الله، إذا مريت على باب سينما الفيلم من داخل يصرخ تعال ادخلني تعال شوفني. ونفس الشيء إذا مريت على مقهى، وأنا يا جماعة الخير أنا بصراحة إنسان بسيط، إنسان بسيط، أنت تعرفون أخوكم خليفة إذا راح مسقط ما بيرجع من غواته. يا جماعة هنا كل شيء عجبني أنا، يا جماعة هذه مسقط ما لعبة، خلي الواحد ما يشبع منها، وإذا راح واحد هناك وعنده 100 ريال صدقوني صدقوني انه بيرجع بدونهم، بيخلصهم كلهم هناك، صدقوني يا جماعة. We'll be right back.
أنت متأكد سليمان ينام في هذا الفندق؟ طبعاً متأكد يا منصور، لا تكون غلطان أو هو يمزح معاك. قلت لك أنا متأكد لأنه هو أمس قال لي كذا بالتليفون. يا سعود هذا الفندق غالي. زين وأنت إيش يخصك؟ الحين هو ساكن على حسابك ولا على حسابه؟ لا على حسابي ولا على حسابه، بعد على حساب أبوه. على كل حال نحن ما يخصنا، ومثل ما يقولوا كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. لا وانت الصادق، كل واحد يسكن في الفندق اللي يقدر يدفع فاتورته. انت تقول ان الغوازي وطارن في مسقط، هذا الغوازي مالهن صاحب؟ ايش الشعور عندك في هذه الحاله؟ والله والله والشاهد الله انه طول الطريق من مسقط لسمايل وانا جالس اضرب اخماس في اسداس واجمع واطرح وحالتي حاله، كله افكر كيف ارجع فلوس والغوازي لهذا الرجل الطيب عمي ابو سليمان اللي ساعدني بدي اليد العون طول الطريق. وانا فعلا جالس افكر كيف كيف، لكن بصراحه ما عرفت كيف. زين يا خليفة، والنتيجة؟ نتيجة 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 بصراحة بصراحة ما معي. ترى أنا عارفين عارفين أنك ما تأجد ولا حتى بيسة حليانة. إن كان عاد أسأل الوالدة اللي يطول في عمرها إن شاء الله إذا كانت داخل شيء في المندوس، وأرد لك فلوسك يا عمي أبو سليمان. ومن هين بتجيب لك هذيك المسكينة اللي فاقرنها وما نبقلها ولا حتى بيسة؟ زين هذا أنا أحب أن يدينكم لتأمروا بي، أنا مستعد يا عمي عبد الله. أنا اللحم وأنت السكين، اقطع من لحمي واسترد فلوسك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ولدي أنا ما جيت هنا علشان أقص لحمك ولا أحملك شيء فوق طاقتك، حاشا لله. والله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صدق الله، صدق الله العظيم. أنا بس كنت باغي أطمن عليك وأشوفك بخير وعافية علشان أمك، أمك المسكينة اللي تعبت عليك. يا جماعة الخير أنا عندي رأي. تفضل قول. أنتوا تعرفوا أني أنا حصلت ترخيص عشان أفتح مكتب خدمات عامة ووساطة تجارية. عظيم. وهذا طبعا كان مشروع اللي كنت أفكر فيه من زمان، وأنتوا تعرفوا هذا الكلام. نعم. صحيح. أيوة أيوة، هذا اللي سميت يا أخوي سيف مكتب تطوير دلالة. هو يا خليفة هو. مبروك يا أخوي سيف، مبروك. الله يبارك في حياتك يا خليفة. وسيف سيف يا أخوي لا تقوم تبتعد بعيد عن الموضوع. لا تخاف يا ناصر، الله يهديك مالك، الله يهديك. أنا ما ابتعدت عن الموضوع، أنا في عمق الموضوع، ما صرت بعيد. زين تفضل أخوي سيف، شوقتنا بصراحة كلنا نسمعك، تفضل. عاد يا جماعة الخير أنا أقول بما أن صار عندي مكتب عاد بكون مشغول في المكتب. أكيد أكيد، مكتب خدمات ساعتين من مثلك يا أخوي سيف. عاد يا جماعة الخير بيصير هناك في مكان فاضح للشغل، يعني شاغر مثل ما يقول. صحيح. وهذا المكان العرصة. إيه نعم، لازم إحنا نبغى دلال مكاني أنا يغطي مكاني. لازم لازم لازم. نعم. وهذا الشخص تكون أنت يا خليفة، مو رأيك؟ كيف كيف؟ كيف بعد كيف؟ لا لا يا أخوي سيف، أنا كان قصدي يعني قصدي أني موافق موافق ومستعد بعد. بارك الله فيك يا ولدي، وبصراحة هذه اللي نبغاه منك، أنك تشتغل وتعتمد على نفسك. أي نعم يا خليفة، وأنت تعرف عاد ما يبغى لك وصية. العرصة عنوانها الأمانة واليد الشريفة، وتتق الله في أي تصرف تسوي. نعم. عفا عليك يا أخوي سيف، طبعا أنا ما محتاج وصية.
بصراحة ما صدق سعود لما قال لي إنك هنا. وليش ما تصدق؟ هو أنا أقل من الناس اللي سكنوا هنا؟ وليش ما يسكن هنا ما دام هو مهندس كبير يا منصور؟ قول له يا سعود، قول له فهمه. أنا ما قصدي شيء، بس أقول ما معقولة سليمان أخونا وولد بلدنا يسكن هنا وإحنا عندنا بيت يكفينا وزيادة. يا سليمان أنت تحاسب الفندق وتيجي تسكن معنا. الله يقطع سوالفك يا منصور. يا منصور أنا خريج، تعرف خريج هندسة ولي مقامي. مقامك فوق العين والرأس يا سليمان، بس أنا أقول بدل ما تصرف هذه المبالغ كلها توفرها لشيء ثاني أحسن. لا تلومه يا سليمان، ما متعود على الفخامة، تراه موظف بسيط. انت ما جالك سمعت عن اعلان من الاعلانات اللي تسويها المحلات الغاليه جدا جدا؟ ايش يقولوا؟ والله ما انتبه. يقولوا زورونا لان اسعارنا في متناول الجميع، ويقولوا بعد في اعلاناتهم تمتعوا بالانفاق. يلا خلا نروح المقهى حتى نتمتع بالانفاق. المفروض يا ولدي انه ما حد يوصيك على مصلحتك ومصلحه بلدك. ونحن اهل وكلنا جماعه، زين، والمفروض ان نوقف مع بعض ونساعد بعض، وكلنا امل في انك ترجع لعقلك وتترك الطيش وتعتمد على نفسك علشان يكون لك مكان في بناء وطنك. صحيح يا عمي عبد الله، انا من يدك هذه ليدك هذه، ولتامر فيها انا مستعد. يا ولدي انا ابغاك تكون رجال لنفسك وبس. هي والله والله يا خليفه، ان الواحد الحين جالس يدور الشغل من حيث ما يكون، يدور دواره وما لاقينا وانتهى الشغل، يجيك لامكانك او لا ترفض. لا ترفض يا ولد الحلال، وقل بهذا الشغل واحمد ربك وخلص النيه والعمل. الحمد لله رب العالمين. بكره الصبح انت تعال العرصه واستلم تلاله مني، واذا تبغى اي مشوره واي مساعده انا موجود. الله يخليك اخوي سيف، ان شاء الله ان شاء الله. الله يوفقك يا ولدي يا خليفه، ومبروك. الله يبارك فيك يا ابو سليمان، الله يبارك فيكم. وكانها تاخرت القهوه. ما علي ما علي، الوالده القهوه. ها والله ابوي، ها والله، هي حاره. يلا بسم الله. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. قربي قربي قربي، تفضلي يا باترا. تعالي قربي 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 خالتي، قربي. محل غريب. حي الله ام خليفه، حي الله. اهل وجيران تران، كيف حالكم؟ الحمد لله الحمد لله بخير. الله يعافيك. عساك بخير. والله مو اقول لك تراني متشلله. يا ولد الحلال ترى السن لي احكام بعد. يا بنت الحلال الله يخليك ان شاء الله طول عمرك. ما اشوف شر ما اشوف. كيف حالهم الحيط قايم هناك؟ الحمد لله بخير. سلم عليك. الله يسلمكم. هيا ومرحبا. مبروك يوم خليفة. مبروك. مبروك يا خالتي. مبروك. نعم مبروك. مبروك يا خالتي ام خليفة. مبروك. على هيش خير ان شاء الله، فرحونا يا شناب. خير ان شاء الله. خير خير ان شاء الله يا خالتي. من بكرة الصباح ان شاء الله خليفة بينزل العرصة ويشتغل دلال مكاني هنا. نعم والله. وهذا الخبر بيفرح القلب. نعمكم يا عيني، يا ايوه اخبار حلوة يا ايبي. مبروك يا ولدي، مبروك، والله يوفقك ان شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل تفضل تفضل. انا عبد الله. تفضل تفضل. هذا حال الدنيا ود الحلال، عسى خير ان شاء الله. تفضل. زين زين، اذا ما بعتكم واشتريتكم في العرصه ما اكون خليفه. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. اسلك دروب الخير بتسير دربك بالسهل، والشر عمره ما يدوم طال حبله او قصر، طال حبله او قصر. وانت يا ابن ادم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين، هذه الحياة.
نسعى ونجتهد وما عيب نغلط أو نعيد بس عيب لما نعتمد ويكون أمرنا للبعيد ما عيب نبدأ من الصفر بالصبر يكبر كل صغير من عود كان أصل الشجر وبالعزم كل طاير يطير واحنا يا ابن آدم نختار نختار بين الدربين ربك عطانا العقل والسمع والعينين هذه الحياة